الدين اجيال كلها. تمام. فهو قام بهذا وضع هذه المشروعات كلها، حتى اللي هو محمد نجيب كان رئيس الجمهوريه اياميه افتتح هذه المشروعات، وفي في مقاله موجوده في الاذاعه ان هو وضع المشروعات وان هو له الفضل الاول والفضل العظيم في كل هذه المشروعات. عشان يقدر ينجز هذا هو كان عالم، كان بيحضر مؤتمرات، عاوز يجيب موجات لمصر عشان تقدر مصر تبث. فقدر انه يوصل انه يجيب 50 ساعه يوميا، ان مصر تذيع كل يوم 50 ساعه يوميا، واحتلت مصر مكانه الثالثه بعد الاتحاد السوفيتي وبعد امريكا. تمام. على فكره احنا كمان معانا هنا جزئيه مهمه جدا من مجله الاذاعه والتلفزيون حاليا، يعني في السنه اللي فاتت بالضبط في فتره عيد العالميين. هم كاتبين هنا: تقديرا لجهوده في تمصير وتطوير الاذاعه، منحه الملك فاروق في العام التالي عام 49 رتبه البكويه. وروى صالح تفاصيل معركته لطرد اسرائيل في حوار اجرته معه مجله الاذاعه المصريه بعد عودته، جاء فيه ثار خلاف حول الدول التي يحق لها ان تدعى اليه، وحدث ان تقدم عدد من الدول بطلبات الانضمام، منها دول البلطيق المواليه للروس بالاضافه الى اسرائيل المزعومه. ومن الطبيعي ان روس روسيا أبدت طلبات انضمام هذه الدولة، لأن هذا يجعل لها عند الاقتراع على قرارات المؤتمر 16 صوتا، بما في ذلك أصوات الدول الموالية لها في شرق أوروبا. وقد وقفنا في هذا الصدد، طبعا الكلام ده على لسان المهندس إبراهيم صالح، وقد وقفنا في هذا الصدد موقفا حازما، وهددنا بالانسحاب من هذا المؤتمر إذا قبل مطلب هذه الدولة المزعومة. هو كان دايما يقول عليها الدولة المزعومة. وطلبنا التصويت على قبول النظر في هذه الطلبات. وهنا ثارت مشكلة أخرى: هل يكون القبول أو الرفض بالأغلبية المطلقة، أم أي بأغلبية الثلثين، أم بالأغلبية النسبية أي نصف عدد الأصوات زائد واحد؟ وأصررنا على أن يكون القبول بالأغلبية النسبية، وأن يكون الاقتراع سريا، وتم لنا ما أردنا، وكانت معركة حامية بيننا وبين الوفد الروسي. وبينت لأعضاء المؤتمر أن إسرائيل المزعومة لا يمكن أن توصف بأنها دولة. فقال مندوب روسيا أنها دولة بدليل أن مصر أعلنت عليها الحرب، حرب 48. فأجبته ده أيضا على لسان المهندس إبراهيم صالح بأن مصر